اهلا بكم اعزائي المشاهدين، زي ما تعودتوا معانا في برنامجنا اخبار كل يوم ان احنا بنتابع اخر الاخبار الفنيه والاجتماعيه والرياضيه. النهارده اول فقره معانا هتكون عن الاخبار. هناخد اول خبر في فقرتنا. اول حاجه فحص مجلس اداره اتحاد الكره العقد المبرم بينه وبين هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الاول، وتبين انه في حال رغبه المدير الفني في الرحيل عن تدريب الفراعنه قبل المونديال بعد تاهل مصر رسميا لتدريب اي نادي او منتخب اخر، فانه مطالب بسداد 500,000 دولار اي ما يقارب من 9 ملايين جنيه للجبليه وليس راتب شهرين فقط. تاني خبر، سيف عيسى لاعب منتخب مصر للتايكوندو يحرز الميدالية الفضية في بطولة الجائزة الكبرى التي أقيمت بالمغرب، وكانت أول مرة تكون في بلد عربية ونظمت بشكل رائع في الفترة من 22 أكتوبر إلى 24. تالت خبر هو نادي الأهلي المتواجد في تونس حاليا يستعد لمواجهة النجم الساحلي يوم الأحد في ذهاب دور النصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا. قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط تكريم النجمة الفرنسية الكبيرة بياتريس دال في حفل خاص. المهرجان سوف يتم في الفترة من 7 إلى 12 أكتوبر برئاسة الناقد السينمائي أمير أباظة. يحضر رجل الأعمال نجيب ساويرس اليوم الخميس المؤتمر الصحفي للنجم العالمي فورست ويتكر، والذي يتواجد في الجونة من أجل حضور حفل ختام المهرجان في دورته الأولى، ويعتبر ويتكر واحد من نجوم المنحازين للقضايا الإنسانية. الشاب خالد ينشر صورة جديدة مع النجم تامر حسني عبر صفحته على الإنستجرام من كواليس تحضير عمل جديد يجمعهم سويا، وهذا يعد أول عمل يجمع بين النجمين، وقد انتهيا من تسجيل الديو الخاص بهم بعنوان وانت معايا. تم تسجيل الديو بين مصر ولبنان، والأغنية من كلمات وألحان تامر حسني وتوزيع خالد نبيل وإخراج سعيد مروان. طرح النجم تامر حسني كليب جديد يحمل عنوان الله شاهد مع فريقه في برنامج The Voice Kids للموسم الثاني على اليوتيوب، وحقق الفيديو كليب 90,000 مشاهدة من وقت عرضه حتى الآن. الأغنية من كلمات أحمد المالكي وألحان محمد الوزيري وإخراج ياسر سامي. وأخيرا طالب النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر بتخصيص مساحة فدان بكل قرية لبناء مصانع وتوفير فرص عمل للشباب. بكده نكون خلصنا أخبار حلقتنا، وهننتقل إلى الفقرة الأولى في برنامجنا. فاصل ونرجع لكم تاني. تعرف معنا على الخطوات المستقبلية بعد التخرج من كايرو ميديا سكول. الانضمام لعضوية كايرو ميديا كلوب التي تمكنك من الحصول على فرص تدريبية في المؤسسات الإعلامية وتجهيز سيرتك الذاتية والتقدم للوظائف ومناقشة أفكار الأعضاء وتوفير وسائل تنفيذها. الخريجون سيشاركون معنا في تأسيس كايرو تي في أونلاين، تلفزيون موجه باللغة الإنجليزية والعربية من القاهرة إلى العالم. ورجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين. النهاردة حلقة جديدة وخاصة، هنتكلم عن صنع في مصر. يعني إيه صنع في مصر؟ صنع في مصر يعني منتجاتنا المصرية اللي ما بقتش متواجدة بسبب إن ما فيش حد بقى يدعمها ولا بيشجعها في بلدنا. بس إحنا حياتنا الحقيقة كانت مليانة بحاجات كتيرة قوي يعني موجودة من صناعة مصرية، بس ما بقيناش نستخدمها زي زمان، زي مثلا عصير آها وشوكولاتة كورونا، المنتجات المصرية اللي نفس يعني هي محطوطة في نفس الكاتيجوري بينها وبين المنتجات الأجنبية. بس احنا عندنا عقدة الخواجة، لازم ناخد الحاجة اللي هي مش صناعة مصرية، واحنا كده بنبقى شايفين ان هي احسن. انا بطلب منكم حاجة واحدة، ان احنا عايزين نبص للحاجة بعين راضية وعين مصدقة بجد ان صنع في مصر دي
كلمة حقيقية ومش بس كلام بنقوله علشان نبدأ نشجع بلدنا ونشجع الشباب يبدأوا بحاجة جديدة. ونرحب بضيفتنا فاطمة صبري. أهلا بك يا فاطمة. أهلا بك. عايزاكي تكلمينا أكتر عن الماتيريز اللي انتي بتستخدميها والكواليتي بتاعت الحاجات اللي انتي بتعمليها الهاند ميد اللي انتي بتعمليها بنفسك. أنا بعمل حاجات هاند ميد زي الأكسسوريز واللبس مطرز تطريز معين صنع بالإيد يعني. والحاجات اللي أنا بستخدمها كلها مصري، المنتجات كلها مصرية، ويمكن الخامات بتاعتها أحسن من الخامات بتاعت برا بكتير أو على الأقل زيها يعني. مفيش حد بيساعدك، انت بتعمليها كلها يعني بنفسك؟ كلهم كل الحاجات كلها صناعة مصرية. كلها صناعة مصرية وأنا اللي عاملها بإيدي وبعملها في البيت لوحدي أو لو حد بس من صحابي بيساعدني. أنا حابة أكد أن الخامات المصرية اللي أنا بشتريها من هنا يمكن بأسعار أقل بكتير من الحاجات المستوردة. الحاجات دي بتبقى خامتها حلوة قوي وكويسة دي جدا. حاجتك تقريبا اللي انت عاملاها، احكي لنا عنها يعني، قولي لي انت عاملاها ازاي وصممتيهم ازاي. انت كمان مش عامله بس لبس، ده انت عامله كمان سليبرز البحر وحاجات كده. ده طقم، ده تقريبا زي فستان كده اطفالي. الفكره جات لي من الستينات زمان. الحاجات اللي هي المنفوشه دي. ايوه الحاجات اللي هي المنفوشه دي، بس الوانهم يعني الوانهم حلوه ومش بتاخد موضه معينه يعني. انا مش بعمل الحاجات لا ده هي يعني الوانات بتاعت الموضه بتاعت موضه الصيف، ده مش هي اللي بستخدمها بس بعمل كذا حاجه عشان تقدر الحاجه تستخدم. عايزين نشوف النماذج اللي بتعملها فاطمه من الاكسسوارز كان في شغل هاند ميد كده كنت عاملاه كان حلو قوي، عايزين نشوفه. الحاجات انا كنت بعمل الحاجات دي الاول كنت بعملها ليا يعني، كنت بشتري الحاجات واعملها اصممها ليا انا الاول، وبعد كده لقيت صحابي حبوها يعني بقيت اعملها لهم هدايا او كده تبيعيها. ولقيت ان صحابي وصحاب صحابي من الناس كلها بقت تحبها، قلت استغل بقى الفرصه بدل ما انا بعمل حاجه ببلاش. قلت بس انا عجبني الالوان قوي يعني، انا حاسه ان هي الوان طبيعيه يعني الالوان اللي بتليق على بعض بحطها مع بعض وبحاول اعمل حاجه جديده يعني. طب وايه اللي بتخلي حاجتك يعني مختلفه مش زي اي منتجات اخرى، او ايه اللي تخلي يعني ايه الفكره مش الفكره يعني ايه اللي خلى حاجتك يونيك ومختلفه عن بره يعني عن غيرك؟ عشان انا لما باجي اشتري حاجه زي كده بعد ادور كتير على الحاجه اللي انا عايزاها، ما بلاقيش يعني، ممكن الاقي حاجه شبه اللي انا عايزاها ما بلاقيش التصميم اللي انا عايزاه بالظبط، فبحاول اقرب الحاجات من بعض لغايه ما اعمل التصميم اللي في دماغي واللي انا عايزاه، فعشان كده بتطلع مختلفه يعني. انا بيبقى في حاجه في دماغي بنزل اسواق وانزل المولز والحاجات دي ادور عليها ما بلاقيهاش فبعملها بنفسي. هو انت بما ان يعني تصنيعك واخد شكل يعني ان هو الشرقي يعني تبع الشرقي بتاعنا بتاع العرب وكده، مش بتفكري ان انت تبدأي تطلعي بره مصر؟ انا دلوقتي يعني لسه الشغل بتاعي صغير، انا بس اللي بشتغل دلوقتي في خطتي ان شاء الله اقدر اعمل مصنع او مكان ناس تانية اشغل ناس معايا تقدر تصنع معايا. قولي لي اسعار منتجاتك ايه يعني؟ مش غاليه قوي يعني، مثلا طقم زي اللي كان معروض ده اطفالي ده مثلا ب 200 جنيه، الاسوره كانت الواحده ب 25 جنيه يعني اسعار في متداول كل الناس. انا مش عايزه اعمل حاجه تبقى غاليه، بس انا بجيب ماتيريال حلوه وبعملها بايدي وعايزه كل الناس تبص على الفيسبوك، عايزين نبقى نعرض علشان تبدا الناس تعرفك يعني ويعملوا لك فور. طيب قولي لي لو انت عايزه تكبري من مشروعك ايه راس المال اللي انت هتكوني محتاجاه ومحتاجه ايه من الدوله عشان تدعمك؟ انا محتاجه الدوله اللي هي توفر لي مثلا يعني توفر لي خبراء يعرفوني الاسواق اتعامل ازاي في الاسواق، لان دي مش ما عنديش خبره فيها يعني، انا بس بتعامل مع الناس اللي حواليا. قصدك صح؟ خبراء تسويق بالظبط.
يعرفوني ازاي اسوق، يوفروا لي مكان مثلا ابيع فيه، يوفروا لي دعم، دعم معنوي بقى، اعلام يتكلم معايا زي حضرتك كده. ده الشرف طبعا معاكي كده. اتمنى ليك يعني كل التوفيق ان شاء الله يا فاطمه. تحبي تقولي اي حاجه للجمهور؟ لا انا بس عايزه الناس تدخل على البيج عندي ويشوفوا، يعملونك فولو فولو ويشوفوا المنتجات اللي عندي، ويا ريت يحبوا يجربوها يعني. ان شاء الله. احب اشكرك جدا يعني. شكرا ليك يا فاطمه، وشكرا اعزائي المشاهدين، واستنونا في حلقه جديده مع ضيف اخر في برنامجنا آخر أخبار كل يوم.